عملية تحسيسية كنديروها تلبية لنداء خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب. وهذا من الواجب ديالنا أولا كجمعيات المجتمع المدني أن نقوم بهذه الحملة التحسيسية لحث المواطنين على أخذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار هذا الوباء الفتاك اللي كنطلبوا من الله تبارك وتعالى انه يرفع عنا هذا البلاء اللي مع كامل الاسف يزداد يوم بعد يوم. وبدينا كنسجلوا حالات قياسيه لا في حالات الاصابات اللي اليوم صبحت تتجاوز بكثير الالف، وكذلك عدد الوفيات اللي هو في ارتفاع مستمر يوما عن يوم. لذلك احنا كننزلوا باش نوعيوا المواطنين والمواطنات باش ياخذوا الاحتياطات اللازمه. وليلى يومنا هذا جمعيه الحمامه قامت بالدور ديالها، الدور التاطيري والتربوي والتحسيسي، وفرقات ما يناهز حاليا واحد 50 ألف كمامه على صعيد الاقليم، بالاضافه الى وسائل التعقيم وكذلك التوعيه اللي هي اساسيه اللي دعا لها جلاله الملك. هذه الحمله ان شاء الله غادي تستمر الى حين القضاء على هذا الوباء. والفضل كل الفضل كيرجع لجمعيات المجتمع المدني اللي سهرات واطرات هذه الحمله، واللي منها واحد المجموعه ديال الجمعيات اللي على راسهم جمعيه ايادي الخير اللي كيترأسها الاخ بوفدام، وجمعيه العين البيضاء للتنميه البشريه اللي كيترأسها الاخ فاطين اللي متواجد معنا، وجمعيه جوهره مديونه للاعمال الخيريه اللي كيترأسها الحاج بوشتى بوصوف، وكذلك جمعيه امل الحسني للاعمال الاجتماعيه، وجمعيه الياسمين للتربيه والثقافه. وهكذلك هذه الجمعيات كلها الحمد لله كدعمها جمعيه الحمامه، لان هذه السنه هذه ما قمناش بعمليه تضخيم اللي كان المفروض كنديروها هذه السنوات الاربعه اللي الفايته. هذا العام الميزانيه ديال التربيه ديال التخييم صرفناها في هذه الحمله ديال التوعيه، والحمد لله كل شيء داز على احسن ما يرام. وكنبغي نوجه الشكر الجزيل للهلال الاحمر المغربي اللي ساندونا في هذه الحمله هذه، نقدموا لهم الشكر الجزيل كذلك. وحنا هنا العمل ديالنا اللي كنديروه هو باش نساندوا السلطات المحليه، لان السلطات المحليه بوحدها ما يمكنش تدير الدور على جميع الدواوير وتفرق الكمامات وتوعي الناس. فهذا دور تاطيري اللي مكفول بالدستور، واللي خصنا التلبيه لنداء جلاله الملك اللي دعا القوى الحيه انه تهبط للميدان ودير حملات توعوية. وهذا العمل ديالنا كيدخل في هذا الإطار بدون مزايدات وبدون حملات سابقة لأوانها كما يدعي البعض. احنا دابا ماشي في السياسة، احنا في العمل الجمعوي، ولكل مقام مقام. ملي غادي يجي العمل السياسي راه غادي نديروه. احنا مجندين كذلك وراء جلالة الملك، والله ينصر جلالة الملك، والله يعاوننا على فعل الخير، والله يرفع عنا هذا الوباء. We'll be right back.